المقادير بقى بتاعتي ايه؟ كوبايه لبن، كوبايه سكر، تلات ارباع كوبايه زيت، باكو كريم كراميل، ربع كوبايه لبن بودره. لغايه هنا هنشتغل خلاص. تاني كوبايه حليب لبن يعني، كوبايه سكر، تلات ارباع كوبايه زيت، باكو كريم كراميل، ربع كوبايه لبن بودره. انا هحط الحاجه بتاعتي هنا، خلينا في الصغير. ادي كوبايه اللبن، وبعد كده هيبقى عندي ثلاث بيضات فانيليا، كوبايه وثلث دقيق، معلقه بيكنج باودر، نص كوبايه لبن، وصوص شوكولاته للزينه. خلاص، اول حاجه كوبايه اللبن اهي، كوبايه السكر، ثلاث ارباع كوبايه الزيت، وادي باكل كريم كراميل واللبن الباودر. خلاص هنشتغل. خليني بس ادهن ده علشان اشيل الزيت. انا ده البايركس اللي هشتغل فيه، واشيل الكلام ده واجي هقلب المكونات دي كلها في بعضها. قلبها كويس علشان الكريم كراميل يدوب وعلشان السكر يدوب. ممكن تعمليها بالخلاط الشفشق لو ما دابش معاكي بسرعه، بس هي بتدوب يعني مش محتاجه. وبعدين هاخد ايه؟ هاخد كوبايه ونص من المقدار ده اشتغل بيه. خلاص؟ هاجي بقى في بوله تانيه. بوله تانيه هشتغل فيه. هحط هنا ايه؟ هحط كوبايه ونص من المقدار ده. طبعا ممكن تعيريها بس انا بالعين كده. اوكي، ادي كوبايه ونص، هضرب فيهم التلات بيضات بتاعتي. بسم الله، مع الفانيليا طبعا. يبقى احنا خدنا كوبايه ونص من المقدار الصوص اللي عملناه، حطينا عليهم البيض، بضرب كويس، هحط نص كوبايه اللبن، مش محتاجه خلاط هي، وهحط البيكنج باودر على الدقيق بتاعي اهي. ادي البيكنج باودر على الدقيق، اقلبهم. البيكنج باودر اي دقيق في الدنيا، البيكنج باودر بحطه على الدقيق بعد نخله، يعني اي دقيق في الدنيا لازم يتنخل عشان الهواء، علشان يبقى فيه هواء فالكيكه تبقى منفوشه. اهو كده، اهو ادي قلبت مقدار الكيكه. يبقى انا عملت الصوص، خدت منه كوبايه ونص، حطيت عليه بقيه المقادير، وادي مقدار الكيكه بتاعتي. انا كنت دهنة البايركس، هجيب السباتشولا بس واحط العجينه دي في البايركس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي، وادخلها الفرن. بتخش الفرن تاخد نص ساعة على 180. ندخلها الفرن سوا بقى اهي، على حرارة 180. ابقى مشغلة الفرن على 180، ما بتاخدش نص ساعة. بغرزها بالشوكة، هتلاقوها مستوية. اعمل ايه بقى بعد كده؟ اجي انا عاملة واحدة، عاملة واحدة من الأول. ده شكل الكيكة بعد ما بتطلع. خلاص، وادي بقية الصوص اللي عندي بالشوكة، بغزغزها كده. الكيكة دي حلوة قوي على فكرة، قوي يعني، هتعجبكم جدا، ومكوناتها بسيطة جدا. هعمل ايه؟ هاجي اسقسها بقى بالصوص ده. واسيبها شويه قبل ما ازوقها،
اسيبها ايه تشرب الصوص. انا عايزاها كده تاخده من كل ناحيه علشان تشربه. هسيبها 10 دقايق مثلا وبعد كده ابتدي اشتغل فيها. طبعا انا هطلع لفاصل، اطلع لفاصل علشان تلحق الكيكه تشرب الصوص ده. هطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.